لو عاوز اضيف يا شباب برضو كلاسكيل فاكتور هعمل ايه؟ هخش هنا على ديت الصفحة الرئيسية للجهاز، اخش على داتا، ومن داتا اخش على جوب، ومن جوب اخش على جوب ديتيلز. هنا هو السكيل فاكتور تقدر ايه تغير. السكيل فاكتور طبعا ممكن يكون 1 وممكن يكون ايه رقم 0 كده بوينت، وكله ايه تسعات وفي ارقام مختلفة في الاخر. ده السكيل فاكتور اللي انت بتحسبه او بتدخله للايه للجهاز. تمام كده يبقى انا قدرت اغير السكيل فاكتور على جهاز التوتال ستيشن. لو عاوز شرح كامل بالتفصيل للتوتال ستيشن هتلاقيه موجود على القناة.